لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب المراقبة في الحديث الثالث، حديث ابن عباس رضي الله عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وقد سبق شرح هذا. قال: وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. كل جملة من جمل هذا الحديث في الروايات المختلفة تتضمن كنزا من كنوز العلم والإصلاح والتهذيب. احفظ الله تجده أمامك هو بمعنى تجده تجاهك، تجده غوثا لك في مستقبل أمرك عندما تحتاج إلى مغيث، تجده أمامك يجيب دعاءك ويقضي حاجتك فيما أنت مستقبل من عمرك. أنت تحفظه الآن، أنت تحفظه الآن فيحفظك في المستقبل. وهذا اللفظ تجده هو المعنى الصحيح من لفظ الله موجود، فإن الله عز وجل يجده من دعاه، ويجده من حفظه، يجده مجيبا لدعوته، ويجده مغيثا له في من كربه ونحو ذلك. وإن كان الناس يستعملون لفظ الله موجود في إثبات الوجود، والبعض قد يستنكر ذلك ويقول: ليس هذا صحيحا، لأن الله هو الواجد الموجد وليس الموجود. ولا الاستعمال الأول صحيح ولا الاعتراض صحيح، وذلك أن اللفظ لم يرد بالفعل في إثبات معنى الوجود، وإنما الذي ورد في إثبات معنى الوجود: اللهم أنت الحق، أن الله حق، حق يعني متحقق وجوده، المتيقن وجوده. وكذلك الاعتراض بأن موجود مفعول ليس مقصودا، فليس كل صيغة مفعول على معنى المفعول فعلا، بمعنى أن غيره أوجده، ليس هذا هو لا معنى الكلمة ولا المقصود منها،
فإن المولود بمعنى الذي له وجود، اسم المفعول هنا زي ما ساعات يستعملوا صيغة فعيل بمعنى ايه؟ بمعنى مفعول، زي قتيل بمعنى مقتول. إذن الصياغة قد تحتمل معاني أخرى، فليس بمعنى أنه موجد، وإنما يثبتون الله موجود، يثبتون الوجود. وأما المعنى الصحيح فالله موجود أي يجده عبده المؤمن إذا دعاه عند الكرب، إذا حفظه يجده أمامه في مستقبل عمره يحفظه ويغيثه ويجيبه ويعينه ويقويه. فهذا معنى المولود بهذا الاعتبار، الله مولود يجده من طلبه وعبده وراقبه وحافظه، يجده حافظا معينا مجيبا لدعوته، وليس فيما يستعمله الناس في هذا البيت. احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء، ترغيب للعبد في أن يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته في أوقات السعة، أوقات الرخاء. تعرف إلى الله يعني تكون معروفا عنده بالطاعة، وليس المقصود أن التعرف إلى الله ما يستعمل في أن يعرف الإنسان نفسه لغيره ممن يجهل اسمه مثلا أو صفته، ليس هذا هو المقصود. وإنما تعرف إلى الله في الرخاء يعني تعرف إليه عابدا سامعا مطيعا ذاكرا، يعرفك بهذا الوصف، لا يعرفك بوصف العاصي الغافل الظالم. فالله عز وجل يعرف عباده جميعا، وإن كان لفظ العلم هو المستعمل كثيرا جدا في الكتاب والسنة في وصف الله سبحانه وتعالى، إلا في هذه الرواية فقد ورد أن الله يعرف عبده، يعرفك في الشدة. فالله يعرف، هذا ليس فيه محظور، وإن كان يعلم أكثر استعمالا. ويعرفك في الشدة يعني يعرفك بجوده وكرمه وإجابته وتفريجه لشدتك، كما تعرفت إليه بالعبادة فعرفك عابدا ذاكرا متقربا إليه، فيعرفك في الشدة مجيبا لدعوتك مغيثا لك مفرجا لكربك. والله أعلى وأعلم. وأيضا في هذا الحديث إثبات أن العبد يعرف ربه سبحانه وتعالى، هذا معنى، لأن العبد الذي يتعرف إلى الله يطلب معرفته فهو يعرف ربه، ويريد أن يعرفه الله عالما به ذاكرا له كما ذكرنا. وورد لفظ معرفة العباد بربهم بمعنى التوحيد والإيمان في حديث معاذ في رواية البخاري، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا هم عرفوا الله. إذا عرفوا الله يعني عرفوه بالتوحيد، وعرفوه بالإيمان، وعرفوه بنفي الشرك عنه في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. الغرض المقصود أن هناك ألفاظ كثيرة غلبت على الاستعمال على ما ورد استعماله أكثر، والبعض قد أنكرها بالكلية. والصحيح أن هذا الأمر يقيد، إذا فهم قصده جاز استعماله، أعني لفظ المعرفة في حق الله، وكذا أن العبد يعرف ربه سبحانه وتعالى. حتى كثر
عند المتصوفة استعمال لفظ العارف بالله، مع أن هذا لم يستعمل قط عند الصحابة والسلف رضوان الله عليهم، وإنما ذكر الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم بالله والعالم بأمره شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه الألفاظ التي استعملت في هذا المعنى، وإن كان لفظ المعرفة استعمل ولكن ليس على اصطلاح المتكلمين. أيضا لفظ هنا المعرفة هنا معرفة من نوع خاص، وليس معرفة بمعنى معرفة الوجود كما يقوله المتكلمون. هذا الحديث إرشاد لكل مؤمن أن يكون متعبدا لله سبحانه وتعالى في كل حال، خصوصا في أوقات الرخاء واليسر. وأكثر الخلق يعبدون الله عند الشدة، ومنهم من لا يعبده لا في رخاء ولا شدة، ونعوذ بالله. وأما المؤمن فهو يعبده في الرخاء بالذكر والشكر، ويعبده في الشدة بالصبر والتضرع والاستغاثة والاستعانة، يعبده بالشكر والصبر، بالشكر في النعم والصبر في البلية، يعرفه ويتعبد له بكل أنواع العبودية. الحديث يهيئ المؤمن ويؤكد عليه ويرغبه في أن يعمل في وقت الرخاء. وقد قال بعض الصحابة رضي الله عنهم لما فتحت الدنيا عليهم، قالوا ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وذلك أن السراء تحتاج إلى صبر أكثر، وتحتاج إلى عبادة، والعافية نعمة عظيمة. فكون الإنسان في عافية يجب أن يستغلها في معرفة الله، التعرف إلى الله بالدعاء والتضرع والذكر والعبادة وأنواع الثناء على الله عز وجل ومعرفة فضله سبحانه وتعالى. ووعد من الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يعرف العبد الذي دعاه في الرخاء أن يجيب دعاءه في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا مشاهدة للقدر. هذا الجزء قريب من معنى واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وإن كان كل منهما تضمن عقيدة القدر والأمر بمشاهدة القدر، لكن مع الثمرة، وهي هنا ثمرة مختلفة. يعني هذه الرواية واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، فيه يعني دافع العبد إلى تحصيل الصبر والرضا وعدم تمني خلاف ما جرى، ولا الوقوع في الدائرة المفرغة لليأس والإحباط والحزن على ما قد أصاب الإنسان، بل يرضى ويسلم. العبودية المذكورة في الرواية الأولى وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، تتضمن اليأس من الخلق، عبودية اليأس من الخلق، أن لا يرجو منهم نفعا ولا يخاف منهم ضرا، يراهم أسبابا تجري بها المقادير، وليسوا مدبرين محدثين للنفع والضر، ولا مالكين له. أما هنا فهنا فسبحان الله، قضية القضاء والقدر أن يعني البشرية تعودت على الجدال فيها،
أما الكتاب والسنة فدائما الإيمان بها أولا مع وضوح مراتبه تماما، لكن ذكرها قد ورد متضمنا الآثار. تفكر أن ما أصابك الذي يؤلمني، مرض، مصيبة، فقد مال، فقد حبيب، ألم من أي نوع، فوات غرض من الأغراض، أن ما أخطأك، ما أصابك، لو الإنسان فضل يفكر في هذا الباب وحزنه على ما فاته، على ما حصل له بسبب المصيبة التي حدثت، لا حصل له من أنواع القنوط واليأس ما يضره أعظم الضرر. لكن إذا فكر أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، كان لابد وأن يقع، كان لابد وأن يحدث هذا الذي حدث، ما كان يمكن أن يخطئني ذلك فيصيب غيري. كأن في سهم جاي لك أصابك، يعني فاش تقول لو كنت جيت كده كان إيه، كان ما أصابنيش، كان أخطأني، أخطأني يعني ما جاش إيه، ما جاش فيا. دائما تقول إيه، قدر الله ما شاء فعل، لا تقل لو أن كذا كان كذا وكذا. ده بقى دي عبودية من نوع تاني ومهمة جدا في قضية القضاء والقدر، إن شهود ذلك يمنعنا من الاقتراح على الله ومن قول لو كان كذا كان كذا، كأن احنا اللي عارفين ايه اللي كان هيحصل. لا، اللي حصل ما كانش ممكن يحصل غيره، وده يؤدي الى زوال اليأس والى حسن الثناء على الله عز وجل فيما قضى وقدر، والرضا والتسليم، كما قال عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال غير واحد من السلف، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الرضا والتسليم، الصبر، الاحتساب، عدم الجزع، عدم الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، كل هذه أمور من أعظم أسباب سعادة الإنسان وراحته فيما يصيبه من بليه. أن ما أصابك لم يكن أخطأ، وأعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الجزء الثاني هو أنا عكست الشرح، ما أخطأك الحاجة اللي فاتت، يا ريت كنت عملت كده عشان كنت تاخد الحاجة الفلانية، يا ريت كان كنت خدت بالي كان زماني، ما حاجة فاتت منك ما كانش ممكن تصيبك، شيء ضاع خلاص، هذا الأمر انتهى أمره، انظر إلى المستقبل، شيء قد وقع ولا بد. التسليم للقدر، لماذا؟ لأن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كتب في الذكر كل شيء، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لكن الثمرة هنا أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، الشيء الذي ضاع منك، الشيء الذي فاتك لم يكن ليصيبك. أنا أعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأعلم أن النصر مع الصبر، ترغيب في الصبر ووعد عليه بالنصر، وذلك أن الإنسان يكون فيه وله نزاع، يكون فيه نزاعات مع الناس، وخير النزاع أن يكون في الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت وبك خاصمت. فأنت تدخل في خصومات، ما الذي تهدف منها؟ تدخل في خصومة مثلا من أجل أن فلانا أذاك فتريد أن تنتقم منه، أو فلان أخذ مالك فتريد أن تأخذ ماله،
أو تدخل في خصومة لأن فلان شتمك فتريد أن تعاقبه على الشتيمة التي شتمك أو غير ذلك. خير خصومة تختصم فيها أن تكون مخاصما لله وبالله. وهنا فأنت عليك أن تصبر على طاعة الله لينصرك الله عز وجل. وأعلم أن النصر مع الصبر. النصر في القضايا العملية والعقائدية والقولية والمنهجية، كل من ثبت على الحق فإن الله ينصره. وقال مع تقريب لحصول النصر مع ورود الصبر، لم يقل أن النصر بعد الصبر، وهو كذلك، ولكن في الحقيقة هناك نصر معه. فأنت بثباتك وصبرك على الحق فأنت منصور، نوع من النصر. هناك نوع من النصر بكونك ثبتت بدلا من أن تنحرف. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان منصورا وهو بمكة، إذ عجز المشركون أن يدهن لما داهنوا وأرادوا أن يداهن ثبته الله ونجاه ولم يكن منه مداهنة ولا ركون. ولا شك أن هذا تثبيت ونصر، وهذا سببه الصبر. وأعلم أن النصر مع الصبر، وهذا الصبر سبق بيانه، وأن الصبر هو حبس النفس على ما تكره ابتغاء مبغوض الله، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن الشكوى لغير الله، وحبس الجوارح عن أن تعمل بمعصية الله عند مصيبة أو غيرها، كشق الجيوب وتلطم الخدود والدعوة بدعوة الجاهلية. وأن الفرج مع الكرب، سبحان الله، كل كرب فمعه تفريج من الله عز وجل. كل كلمة من هذه الكلمات تجعل العبد إذا عاش في ظلها يعيش سعيدا. هذا الكرب الذي أنت فيه اعلم أن معه فرج، مش بعده، ده البعد ده حاجة تانية، لكن معه فرج. وذلك ما ينزل الله على قلب عبده المؤمن من أنواع شهود القدر، كما سبق في ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. وذلك أن من شهد القدر فرج الله عنه ونزل على قلبه الرضا ونزل على قلبه التسليم، فلا ينازع ولا يسخط ولا يجزع ولا يشتكي الرب إلى الخلق، فلذلك يهون عليه ما يصيبه. فلذلك هناك فرج مع الكرب لمن تعرف إلى الله في الرخاء فعرفه في الشدة. أن هناك الكرب عندما ينزل وينزل معه فرج ويكون معه فرج، هذا يريح كل المكروبين. لو الإنسان بس قاعد يفكر كده في الجملة دي وهو مكروب، وأن الفرج مع الكرب. وبعدين سبحان الله الرسول استعمل أعم الألفاظ، ما قالش مثلا بعض الفرج مع بعض أنواع الكرب عشان تظل حاجة مغلقة، لا، ده كل أنواع الكروبات معها كلها إيه؟ فرج. ولكن هذا للمؤمن الذي ينجيه الله عز وجل. وأن مع العسر يسرا. وهذا يعني العسر أوسع من الكرب. الكرب عسر إيه؟ شديد. العسر الذي يصيب الإنسان أي يعني تضييق يحدث له، أما الكرب فهو إيه؟ شدة شديدة. وأن مع العسر يسرا، وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه القرآن. فقد ثبت قوله عز وجل فإن مع العسر يسرا،
إن مع العسر يسرا، ثبت فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام ولن يغلب عسر يسرين. فمع نزول العسر ومع تقديره يخلق الله عز وجل لعبده المؤمن معه يسرين. ليه قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يغلب عسر يسرين؟ لأن الألف واللام العسر، ليه؟ يعني إذا كررت تفيد العهد، وأما إذا نكر فهو يسر آخر. لما تقول وقفت مع الرجل وذهبت مع الرجل، يبقى أنه واحد، هو هو، مش كده؟ لما تقول وقفت مع رجل وذهبت مع رجل، يبقى ده غير ده، مش كده؟ لأن الألف واللام التانية هي بتاعت العهد، بتاعت اللي انت كلمت عنه الأول. فلكن لو ما فيش ألف ولام يبقى فيه في إطلاق. وبنقول القرآن دل أن هناك يسر ثالث وهو بعد العسر. قال الله عز وجل سيجعل الله بعد عسر يسرا. يبقى الإنسان لما يعيش في الجو ده أي ضيق بقى يصيبه وهو مستحضر كده أن فيه اتنين معاه وواحد جاي، ده عمره ما هيحس بضيق، عمره ما هيحس بتعب. ها؟ يسر جاي، مش بنقول ثلاثة اتنين معاه لأن يغلب عسر ايه؟ يسرا. ربنا قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وقلنا العسر هو العسر، يبقى اليسر ده واحد تاني، وفي واحد تالت بقى اللي هو ربنا قال ايه؟ سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا، دي الاثنين دول معاه وفي واحد بعده، يبقى في ثلاث انواع من اليسر، صح كده ولا لسه؟ يعني العسر هنا مطلق، ما هي دي الايه الثانيه بقى، دي ايه ثانيه؟ طيب الايه الثانيه، الايه اللي هي في سوره الطلاق، سيجعل الله بعد عسر يسرا، ده تبشير بان في يسر بعد ذلك العسر. واما اللي في سوره الشرح فهم ايه؟ معاه، مقترنين به، اليسرين اليسرين نكره، ما عشان كده بقوا اتنين، عشان والمعرف واحد، فبقى المعرف واحد واليسرين اللي دول معاه، ام معاه دول ده اثناؤه بس، كل الكلام ده محتاج ايمان. اما اللي بعده يبقى اوسع، يعني نوع اخر كمان يعني. ولذلك يعني نقول الانسان مش هنقول انه يتمنى العسر لقول النبي صلى الله عليه وسلم سألوا الله العافية، ولكن اذا اصابه لم ايه؟ لم يجزع منه بلا شك، ما هو حاسس بالايه؟ بانواع اليسر، مش هيتمنى العسر ومش هيتمنى الكرب، ولكن اذا اتى علم ان معه ثلاثة ايسر، معه اثنين وبعده ايه؟ واحد. فاذا ايقن بوعد الله بذلك هان عليه كل ضيق. الحديث ده لما يقعد يفكر فيه كده الانسان، يا سبحان الله، ودي كلها ايه؟ امور مقدره. الذي قدر، اعلم ان مع، لان ده الذي قدر العسر هو الذي قدر معه الايه؟ اليسر. الذي قدر الكرب هو الذي قدر معه الفرج. الذي قدر المصيبة والخلاف والنزاع هو الذي وفق للعبد، هو الذي وفق العبد للصبر وأوجبه عليه ووعده عليه بالإيه؟ بالنصر. فاستحضار ذلك يهون على العبد أنواع البلايا والمحن دائما، وتجعله يعيش في يعني سكينة وطمأنينة ورضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. قال الرابع عن أنس رضي الله عنه، طب الشاهد في باب المراقبة في الحديث ده ايه؟ الشاهد منه اللي هو احفظ الله تجده أمامك. الرابع عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات.
رواه البخاري موبقات المهلكات يعني الكبائر والعياذ بالله. تفاوت الناس في شعورهم بقدر الذنوب واستهانتهم بها مبنية على مراقبتهم أو ضعف مراقبتهم أو انعدام مراقبتهم لله عز وجل. فالمؤمن الصادق يرى أن ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه، والفاجر يرى أن ذنوبه كذباب وقف على أنفه فقال به هكذا. ثم هو يرى نفسه رغم تقصيره أحسن من ناس كتير، يمن على ربه عز وجل بطاعته ويدل بها. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني هم إيمانهم مدخول، إيمانهم ناقص، أو هم منافقون وفي نفس الوقت ناقص وتعبان ومش حقيقي، يمنون عليك أن أسلم. يعني جايب حاجة تعبانة وإيه تقول ده أنا عملت، نحن أسلمت، لم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان. قبائل عربية كانت تيجي تقول كده، يعني احنا ده انت يا ده احنا كويس ما حاربناكش. تخيل واحد يقول كده الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى ده شاعر بالمنه. فاللي بيقول لنفسه ده انا بعمل خير كتير قوي قوي، ده انا بقى متعبد لربنا، ده انا هخش الجنه حتف، ده انا عندي ما تعرفش الخير اللي في قلبي قد ايه. هو بالك وهو نفسه ايه، هو نفسه مدخول ده. هو لو كان كده ما كان، لو كان عنده إيمان كان عارف حقيقة الأمر. المراقبة لله عز وجل تجعل العبد يعظم ذنوبه. التفاوت اللي حصل كان سريع جدا. أنس رضي الله عنه شهد عصور ما بعد الفتوحات، ما بعد السعة، فقال إنكم لتعملون أعمالا، بخاطب التابعين، هي أدق في أعينكم من الشعر، كأن في شعر كده فشال الشعر. وكنا نعدها نعتبرها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات من المهلكات. هذا كما قال الله عز وجل، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم أجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة، اللهم اغفر لنا ما أنت أعلم به منا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. محقرات الذنوب ما يعني يستهين به الإنسان من الذنب ربما جعل الذنب كبيرا، نعوذ بالله. نسأل الله العفو والعافية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.